خلينا ناخذ اتصال معانا ابو داود. تفضل ابو داود. مرحبا علي. اهلا وسهلا. شلونك؟ هلا وحبيبي. حبيبي انا من العراق موصل. اهلا وسهلا بيك. بس ممكن اسالك سؤال بس عندي. تفضل. احنا يعني كثير ما اريد يعني اريد اصلي بالبيت بس ما عندنا هذاك يعني شلون اقول الروح القويه للصلاه يعني الدفعه. شنو انت اللي تحسه انه بدا تصير عندك هاي الدفعه او هاي المعنويات انه تصلي؟ شنو اللي دا تحسه او شنو اللي دا اللي دا يخليك ما تصير عندك هذه المعنويات؟ هل انت وعائلتك ام لوحدك ام كيف؟ انا وعائلتي كلتنا ما بس افتحك على الانجيل وهالشكل يا ربي ايش وقت انا افتح ولا هذا الانجيل خاطر الله. واو واو واو. تفضل قسام. يعني انا دا احس باشواق قلبه انه يريد يدخل الى محضر الله، يريد يسبح الله، يريد يرنم، يريد يعبد، يريد يصلي. عنده اشواق كثيره لكن اكو اعاقات ما يعرف ممكن او ممكن يعني ما اختبر هذا الشيء. اريد اقدم لك نصائح بسيطه. اول شيء انه حتى تدخل الى محضر الله فقط انه ادخل ابوابه بالحمد والتسبيح، سبح الله يعني قل له كلمات من كل قلبك. كلمات بسيطة وافتح المزامير وقل له كلمات بسيطة، أحمدك يا رب، أشكرك على كل النعم اللي انطيتني إياها. ادخل هالشكل شوف الرب راح ينطيك وراح يدخلك إلى محضرة، راح ينطيك كلمات وراح يحول بيتك. لا تبدي بطلبات، لا تبدي بطلبات شخصية، لا تبدي بطلبات اللي تخص عائلتك ولا تخص أنت ولا تخص نفسك. اطلب ملكوت الله وبره، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وشوف انه الله، لكن انا المس عندك شوق، هذا الشوق الله راح يستخدمه، صدقني هذا يمكن هذا الشوق كافي، الله راح يرسل لك ناس راح يعرفك شلون هسه انت دخلت على البرنامج مالتنا وده تسمع ترنيم وتسبيح الصلاة. وتسمع كلمات وصلوات. ايضا الله راح يخلي لان عندك هاي الاشواق، الله راح يخلي قدامك وراح يفتح امامك كل الابواب، واحنا نصلي من اجل هالموضوع، لكن انت كل يوم افتح اسمع ترانيم، افتح الكتاب المقدس مالك، اقرا سفر المزامير، اقرا التسبيحات بسفر المزامير، شارك عائلتك، انت وعائلتك سوي مذبح عائلي وقدم للرب شكر وحمد قلبك من كل قلبك، كلمات بسيطة ما يحتاج، ممكن احنا لأنه احنا صارنا سنين طويلة بالإيمان ممكن نتكلم كلمات، لكن مو شرط أنت تتكلم مثلنا، تكلم بكلمات بسيطة، الله يعرف قلبك، الله يعرف النات قلبك ويعرف هذا الشوق اللي بقلبك. اطمئن، الله أنا متأكد وراح أصلي أن أصلي أنه الرب يفتح أمامك الأبواب. زين أنا عندي شوق بقلبي أسألك هذا السؤال أخويا أبو داود. أول شيء أبو داود، أنت حاليا بالعراق أم في أمريكا؟ بالموصل. لا أنا بأمريكا. بأمريكا حاليا. أوكي. بس هو أصلا من الموصل. زين. أنا أبو داود من الموصل. أصلك من الموصل وأنا من الموصل وكلتنا أخوة من وين ما كنا. أبو داود، هل أنت إلك شوق انه قسالم يصلي وياك؟ هل انت عندك اشتياق انه تشوف مفعول الصلاه وكيف الرب يغير في الصلاه؟ هل انت عندك شوق انه الله يغير قلبك، الله يغير حياتك، يخليك تفتح الكتاب المقدس، يزور قلبك، يخلصك انت وعائلتك؟ لان قال بالبدايه لتخلص انت واهل بيتك. الرب يريدك انه تخلص انت وكل عائلتك، لكن انت اذا ما عندك هذا الشوق وما عندك هذه الرغبة أنه تفتح الكتاب المقدس، لكن في نفس الوقت أنه عندك اشتياق أنه تريد تشوف شكو بالكتاب وتريد تشوف شنو اللي بالكتاب المقدس وكيف تصلي، هل تحب قسالم يصلي معك بهذا الوقت حتى الرب يغير في قلبك وفي حياتك وأهل بيتك؟ اي نعم. آمين 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 آمين. أنا وزوجتي قاعدين هسه. آمين. نشكر الرب. صلي معي يا أخ أبو داود أنه الرب يفتح قلبك الآن يا رب يسوع.
ردد هذه الكلمات معي، ردد هذه الكلمات وخليها تكون كلمات نابعة من قلبك. يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح، أشكرك، أشكرك من كل قلبي، من كل قلبي، لأن أعطيتني هذه الفرصة، لأن أعطيتني هذه الفرصة أسمع كلمة من عندك، أسمع كلمة من عندك. يا رب افتح قلبي، يا رب افتح قلبي حتى أسمع أنات قلبك، حتى أسمع أنا قلبك. يا رب افتح فمي، يا رب افتح فمي، وضع تسبيحة في فمي، وضع تسبيحة في فمي حتى أكلمك، حتى أكلمك. يا رب تعال وزور بيتنا، يا رب تعال وزور بيتنا، زور عائلتي، زور عائلتي، افتقدني بمحبتك، انتقدني بمحبتك. أنا مشتاق يا رب أن أكون معك، أنا مشتاق يا رب أن أكون معك، لأنه أنت إلهي، لأن أنت إلهي، أنت مخلصي، أنت مخلصي، أنت حبيب قلبي، أنت حبيب قلبي يا يسوع. أشكرك، أشكرك من أعماق قلبي يا رب، أشكرك، أشكرك من أعماق قلبي يا رب، باسم يسوع المسيح أصلي، باسم يسوع المسيح أصلي. آمين، آمين يا رب. أخونا أبو داود، أنت صليت هذه الصلاة، أصدق وصلي، ممكن تصلي نفس هذه الكلمات، قل يا رب أريد أن أتبعك كل أيام حياتي، أريد أكون في علاقة حميمة معك، أريد أختبر العالم الروحي، أختبر علاقة جديدة معك. هاي الكلمات صلي بيها أنت وعائلتك، شوف راح تختبر شيء جديد وراح تختبر نعمة جديدة. وأنصحك يعني ممكن تدور على كنيسة، تعلم كنيسة حية، تعلم الكتاب المقدس، تدور على مجموعة درس كتاب، مجموعة بيتية تكون وياهم عضو، تدخل وياهم راح تتعلم هواي أمور كثيرة، وراح تشوف إنه حياتك كلها تغير وحياة عائلتك كلها تغير. طبعا هسه انت تحكي استاذ العزيز، عبالك اشك الماي بيغد تنزل على قلبي. امين، صدقني ما يعني مو برش يعني ما مجامله ولا، بس هكذا ماي بيغد تنزل على قلبي. امين عزيزي، عزيزي ابو داود.